الطريق في أمريكا كان سهل، كان صعب إن تتفتح لك هذه الأبواب، وإنك رايحة بتغيير يعني محتوى تماما هنا بدأتي فيه، لكن هناك لسه مش عارفة الأجواء عاملة إزاي. فكرة إن حضرتك تدرسي تاني مكتبات وعلوم المكتبات وتخشي في تفاصيل تانية أخرى، ده كان في تحديات واجهتك ولا لا؟ بصي، انا مش عايزه اجاوب اجابه كليشيه، انا بحاول ابعد عن ده، مع ان في حاجات بتبقى كليشيه حقيقيه جدا. اي حاجه في الدنيا، مفيش حاجه في الدنيا سهله. طبعا الواحد بيحط هدف قدامه، ساعات في تشالنجز كتير بتحصل، بس اهم حاجه انا اكتشفتها يعني بعد رحله 15 سنه تقريبا في امريكا او في كاليفورنيا الفتره اللي فاتت، ان الواحد يعمل سيلف ادفوكسي، ان الواحد هو اللي يبقى شايف حاجه نفسه يحققها ويروح ورا الهدف ده. ممكن ياخد المده، ممكن تطول شويه، وممكن يبقى الطريق مش يعني مش كده، مش ستريت باث، هو ممكن الواحد يعني يقع شويه ويرجع تاني، تمام. ممكن يغير الطريق، بس يبقى شايف هو عاوز يعمل ايه، وفعلا بتوفيق ربنا، بدعم الاهل، بدعم الزوج او الزوجه، يعني ربنا بيوفق. ولو ما حصلش نصيب في الحاجه دي، على طول الواحد ما يزعلش من الفشل بس فيها يا فندم، ويزعل. هو الموضوع مش موضوع كليشيه، ولكن هي الفكره ان بيكون في تحديات بتكون يعني بتواجه الانسان، خاصه لما يكون جاي من دوله تانية من ثقافه تانية، وده بيكون اصعب. فدي جزئيات بتكون مهمه جدا، يعني اللغه مثلا وغيرها من التحديات اللي بتواجه الانسان. بص، هي أكبر يعني حاجة كانت وقتها طبعا في 2009، كان لسه الإسلاموفوبيا كانت لسه يعني برضو في أو يعني أصعب وقتها تقريبا، يعني هو ده اللي خلاني بعد كده أشتغل في مواضيع النظريات الاختلاف والتبادل الثقافي وتعريف المجتمع الأمريكي على الثقافة المصرية العربية الإسلامية، المجتمع المصري شكله إيه، لأن الناس كانت بتتخض. أنا كنت ما كانش عندي مشكلة مع اللغة، لأن أنا كنت في مدرسة يعني تمام. أمريكاني عايشة في قطر، فدي ما كانش عندي فيها مشكلة، ويمكن ده كان سلاح ساعدني شوية، لأن أنا وانس إن الناس كانت بتتكلم معايا وبيشافوني. طبعا كان برضو في الأسئلة العجيبة في الأول، أنتوا متعلمين، أنت بتتكلمي إنجليزي كويس، أنت جوزك بيخليكي تشتغلي، بسبب فطبعا الصورة الذهنية اللي بتكون موجودة مش بشكل سليم أبدا، يعني عند الكل بالظبط أو مش الكل، يعني يعني عند البعض يعني. نمطية. وطبعا انا بما اني بشتغل في جامعة اكاديمية فالناس متعلمة اكتر، ولكن ديسبايت اوف التعليم دوت لسه برضو عندها الشكل النمطي. انا بشكر جامعة شابمان جدا، لان هم وقتها كانوا منفتحين جدا على العالم. الجامعة بقالها 150 سنة، كانت من اقدم واعرق الجامعات هنا في كاليفورنيا، وكانت من اكبر الجامعات اللي وقتها، انتوا عارفين طبعا هنا في امريكا في موضوع السود والبيض، والسيدات زمان ما كانوش بيدخلوا الجامعات، كانت من الجامعات اللي بتدخل السود زمان، وكانوا السيدات بيدخلوا الجامعة يعني جامعة عندها انفتاح. عندها انفتاح، فهم يعني زي ما تقولي يعني استغلوا الفرصة دي، وبالعكس أول ما ابتديت على طول بعدها بسنة سنتين دعموني جدا إن احنا نعمل ايفنتس ونعمل بروجرامز ونعمل معارض ثقافية. عن يعني أنا كنت بحاول أبعد عن الموضوع بحيث إن أنا مجرد إني أبقى بروفيشنال شايفة شغلي في المكتبة. بالعكس، كان وقتها ثورة الربيع العربي طبعا، الأرب سبرينج والتحرير والحاجات اللي كانت حاصلة في مصر والثورات دي كلها، هم كانوا حابين إن احنا نتكلم في كل الكلام ده، وعملت معارض كتيرة جدا مع شباب مصري وشباب عربي ومع طيب، لاجئين الفعاليات دي برضو مهمة إن نفهم يعني إيه مكتبة أكاديمية داخل جامعة تقدم فعاليات للطلاب وللمجتمع المحيط بيها. السؤال ده يا علا، انا ميرسي انك سالتيهولي، يمكن اول مره حد في مصر يسالني ده، لان احنا المكتبه، مكتبه شابمان هي قلب الجامعه، هي قلب السيتي اوف اورنج او المدينه زي ما بنقول كده، مدينه اسكندريه. انا يعني احنا المكتبه تقريبا ما بننامش، يعني الناس بتقول لي، الناس بتفتكر انه شغل المكتبه ممكن يكون خفيف شويه، بيقوموا مش مصدقين احنا قد ايه مشغولين، لان احنا بالظبط زي ما حضرتك قلتي، احنا امبيدد جوه الجامعه وجوه المجتمع. انا العلاقات اللي انا انشاتها الحمد لله تقريبا مع كل المجتمعات المحيطه بالجامعه، مع كوميونيتيز مختلفه، اجان عشان احنا عايشين في امريكا، فتلاقي هنا الانديان كوميونيتي، التشاينيز تنوع. كوميونيتي،
في تنوع كتير جدا جدا، ودي كانت حاجه انا هم الاول ما لقوا ان انا انترستد فيها. وكان في شويه يعني حاجات كتيره كتبتها، بالذات بعد ما ابتديت اكتب عن المراه العربيه المسلمه، كتبت كتير حاجات كتير جدا في الهافينجتون بوست، وفي يعني جرايد في المجتمع هنا هو برضو كتبت تمام. فيها، والحاجات دي وانت فايرل. واول ما هم حسوا انه لا ده في نيد في المجتمع انه الناس تسمع القصص المختلفه، من هنا بدات ان احنا نعمل الكلام ده. والصراحه كان يعني، وكتبت طبعا كتب بعد كده، وتعزمت في كذا حته ان انا اتكلم على القصص دي، وكانت مفيده جدا جدا، مش ليا انا طبعا بس للطلبه، للمجتمع الامريكي. صحيح، ده كمان لنا تبرعات كتيره جدا جدا في مشاريع مختلفه دخلنا فيها، في جرانس وحاجات بالشكل دوت طب يعني. دكتور، على ذكر كلام والتسويق والصورة الذهنية وغيرها من الرسائل اللي حضرتك بتشتغل عليها، ده يودينا للبودكاست. ازاي بدأت الفكرة والقصة بدأت ازاي؟ بص، هو في حاجتين، في البودكاست اللي هو انفورميشن جان وايلد دوت، سبونسرد باي سان هوزي ستيت يونيفرستي، وهي اكبر جامعه فيها برنامج لدراسه المكتبات ونظم المعلومات، بالذات دلوقتي طبعا في عصر الاي اي الدنيا مختلفه تماما، تقريبا ما فيش يوم بيعدي علينا بنفكر ازاي ان احنا نتحول كبروفيشن يعني كلايبراريانز، وازاي ان احنا نطوع الاي اي واستخدامات الذكاء الاصطناعي في المكتبات، لان هو لا هو هيبدل البني ادمين ولا هو هيبدل المكتبين، هو هيغير شكل الحياه. فازاي ان احنا نعلم الطلاب السكيل سيت دي وانها تبقى موجوده. فدي سبونسرد باي سان هوزي ستيت يونيفرستي، ومتخصصه يعني سبيسيفيكلي للمكتبات والمعلومات واللايبريز اوف ذا فيوتشر، او شكل مكتبات المستقبل. بالنسبه للبودكاست او صالون اسراء نوار، دي بدات من حوالي سنه ونص. كانت يعني انا مهتمه جدا بقصص المصريين الملهمه جدا جدا، على الاقل هنا دلوقتي في الوقت الحالي في جنوب كاليفورنيا. ابتدى كان مشروع عملته مع قناه اسمها قناه سي سات. حضرتك طبعا عارف ان انا مهتمه جدا بحوار الاديان، ودي حاجه انا برضو بشتغل عليها بقالي يمكن 10 سنين، وبالذات في المجتمع المصري. قناه سي سات هي قناه قبطيه مصريه، وكنت انا اول يعني، مش هقول على نفسي مذيعه، ما اقدرش طبعا انافس لا الاستاذه علا، ازاي، لا حضرتك مذيعة جميلة ويسعدنا طبعا يعني المنافسة. بس اول حد يعني كنت اكون موجوده معاهم، كان ليا شرف كبير جدا جدا ان احنا نلم المصريين مع بعض نقول القصص دي. والحمد لله البرنامج كمان كان مدعم وقتها، كان وزاره الهجره، لما كانت وزاره الهجره منفصله عن وزاره عن وزارة الخارجيه، الخارجية. كنت واخده دعم من يعني معالي وزيره الهجره جميل. السابقه نبيله مكرم وسوها جندي، وهي حتى وزيره سوها جندي شرفتني في البرنامج. وكان سيزون 1 سيزون كان سكسسفل جدا جدا، ولاقى اعجاب ممكن وفيوز. تتوسعي بقى من جنوب كاليفورنيا للولايات الأخرى كمان، يعني مش بس هو كده. ده الهوب يا أستاذة علا، والله احنا عملنا سيزون 1، وان شاء الله يعني دلوقتي بنجمع كده حملة كبيرة ان احنا ان شاء الله نبتدي سيزون 2، برضو هيبقى في جنوب كاليفورنيا. لان مش قادرة اقول لحضرتك، احنا كل يوم بنقابل مصريين جداد، كل مصري ومصرية بنقابلهم احسن واحلى واشطر من التاني. طيب دكتور فقصص إسراء، يعني طموحاتك هنا في التوسع، بالنسبة ان يكون عندك توسع في البودكاست اللي هو النوع التاني، او يعني اللي بيهدف في مسألة الصورة الذهنية وغيره، الطموحات اللي ممكن تزوديها في الفترة الجاية؟ أنا طموحاتي إن أنا يعني على الأقل السنتين الجايين أركز على جنوب كاليفورنيا، وبعد كده أتوسع في الولايات التانية. طبعا في حوالي يمكن مليون ونص مصري عايشين في أمريكا، وأمريكا طبعا زي ما أنتم عارفين 50 ولاية، فلو نقدر ناخد شوية من الأمثلة دي. الفايف يير بلان اللي أنا حطاها للبرنامج إن إحنا بعد كده كمان نروح أوروبا وأستراليا ودول الخليج. يعني فيعني ان شاء الله توفقي فيها. بس انا عايزه ارجع بالكلام مع حضرتك شويه للمكتبات وللاي اي، لانه الحقيقه زي ما حضرتك قلتي برضو انه مش هيكون في استغناء عن العنصر البشري، لكن هو هيغير شكل آلية العمل جوه المكتبات. ازاي ممكن يكون شريك في ان شكل المكتبات تتغير في المرحله الراهنه والمقبله كمان؟ سؤال رائع، وانا يعني كنت لسه بقرا يعني مقال حلو جدا جدا منشور من هارفارد بزنس ريفيو، ومعلش اسمحوا لي ان انا اقول التايتل بتاعه بالانجلش: AI will not replace humans
but AI will replace humans without AI. يعني الـ AI مش مش هياخد هي الـ يعني مكان البني ادمين، ولكن هياخد مكان البني ادمين اللي ما عندهمش اي سكيلز او اي معرفه بالذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي مجرد تول، او تول زي كل التولز التكنولوجيا، يعني سواء كانت السوشيال ميديا، اللابتوبس، وفي واحد حتى قالها بطريقه فيري فيري سيمبل، استاذ علا، انه يعني كان برضو متخصص في موضوع الاي اي ده، انه لما الكالكوليتر يعني اخترعوه من سنين وسنين، ما الكالكوليتر ما شالش العلوم الرياضيه او الماث، صحيح، يعني هو بالعكس ده سهل بعض الأمور بس. هو سهل امور كتيره جدا ووصلنا للاي اي. فاحنا يعني ما فيش رعب او حاله فزع او هلع انه احنا كمكتبيين او حتى كبروفيشن انه الاي اي ده هيخلينا احنا ما نعرفش نشتغل او هيريبليس. بالعكس، انا شايفه ان الاي اي سهل لي حاجات كتير، بيساعدني، بيسرع حياتي كتيره جدا، وشايفه انه احنا كلنا كمجتمعات لو ما قدرناش ان احنا نواكب يعني ده ما نواكب نلومش ده غير نفسنا يعني. بالظبط.